الحضور الجماهيري بس في جانب اخر، لان الحضور الجماهيري في قطر هيبقى شأني مختلف تماما. طبعا تعال انا وانت كده نرحب دلوقتي باحد زملائنا الصحفيين والاعلاميين اللي عامل مجهود خرافي في قطر لاي مباراه رسميه او حتى وديه في الدوحه، زميلنا الناقد الرياضي الاستاذ محمد الجزار. مساء الفل يا محمد، تحياتي ليك وتحيات دكتور احمد ثابت لحضرتك. اهلا بيك يا ابو حميد، تحياتي ليك ولكل جمهور النادي الاهلي وكل المتابعين لشاشه قناه النادي الاهلي، وتحيه للصديق العزيز المحلل اللامع والمميز دائما الدكتور احمد ثابت فخر الاهلاويه. الله يخليك يا محمد، كل التوفيق ليك ولكل الزملاء. بس انا عايز اقول لك، واحنا بنتكلم على الحضور الجماهيري، انا شفت حاجات في الساعات اللي فاتت، يعني عايز اقول لك انا مش متخيل ان الاهلي لما يسافر قطر لسه يوم 10 ديسمبر، انتم بتحضروا من دلوقتي، الدخله هتبقى ازاي؟ التشجيع هيبقى ازاي؟ استقبال الاهلي هيبقى ازاي في المطار؟ بدري بدري قوي البروفات اللي انا شفتها، واللي بالتاكيد ممكن نستعرضها معاك وانت معانا دلوقتي على الهواء. يمكن الحقيقه وجود النادي الاهلي في قطر او عوده النادي الاهلي لقطر مره اخرى بعد الحقيقه فتره من التالق والتوهج في بطوله كاس العالم للانديه، بطوله كاس السوبر الافريقي، كان الارتباط دائما بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره هنا في قطر هو ارتباط بالانجازات وبالحضور الجماهيري المميز حتى في ظل ازمه كورونا، والكل يعرف كيف هي الصعوبات في هذه الحقبه. فالحقيقه من اول ما الناس والجمهور الاهلاوي عرفوا ان قطر هتستضيف نهائيات بطوله كاس الانتر كونتيننتال للدور ربع النهائي ونصف النهائي والمباراه النهائيه، ووجود النادي الاهلي الحمد لله بعد فوزه العريض والمستحق على العين، لا الوقت بالعكس، الناس دلوقتي انا كل ما بشوف حد في الرابطه او حد مشجع اهلاوي عادي بيقول لا الوقت ضيق، الوقت قصير، خلاص الاهلي جاي يوم 10 ديسمبر، لازم نكون جاهزين، لازم نكون مستعدين، لازم ننظم نفسنا بشكل كويس. وفكره الحقيقه التنظيم سواء في موضوع الدخلات، موضوع الديفو، موضوع الادوات اللي بتدخل حتى الترومبيطه والسنانير، والجماهير اكيد عارفه المصطلحات دي. هنا محمد وانت رجل ملم كثيرا بالامور التنظيميه التي تخص الفيفا، لا يوجد شيء بالصدفه او شيء بعشوائيه، كل حاجه لازم ليها موافقات سواء من اللجنه المنظمه او من الجهات الامنيه. فالاخوه هنا مشكورين الحقيقه لرابطه مشجعين النادي الاهلي بالتواصل اولا مع اداره النادي، والحقيقه بشكر اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن القدير محمود الخطيب والمدير الرياضي وكل الناس المسؤولين في النادي على سعه صدرهم وتواصلهم مع الرابطه وفتح الابواب بشكل مستمر الحقيقه سواء بالتليفون والاتصالات او بالمخاطبات الرسميه لتلبيه كل احتياجات الجماهير. وده الحقيقه مش غريب على اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب اللي دايما في ظهر جماهيرها مش بس في مصر ولكن حتى في خارج مصر في كل دول الخليج. ده حصل كمان خلال بطوله السوبر في الامارات وفي السعوديه كمان. فباذن الله المنظر يكون كويس والمشهد في مدرجات النادي الاهلي يوم 14 ديسمبر يليق بقيمه واسم جمهور النادي الاهلي وكذلك طيب. محمد النادي الاهلي نفسه. التجمع ده حصل امتى وازاي وليه؟ ليه؟ التجمع اللي انا شفته من شويه على الشاشه، تجمع جمهور الاهلي في احدى الصالات المغطاه، هم بيحضروا نفسهم لدخله لتشجيع لاستقبال، يعني حطنا كده في التفاصيل. شوف يمكن هو التحدي بالنسبه للجمهور ان مش مساله يبقى جمهور موجود ونملى المدرج لو 30,000 40,000 ما عندناش اي مشكله، الجمهور هيجي من السعوديه، من الامارات، من البحرين، من الكويت، كل الناس اللي بتحب النادي الاهلي من امريكا وكندا وفي ناس من النمسا كمان اتواصلوا مع الشباب هنا انهم هيجوا وعايزين يكونوا موجودين. لكن التحدي هو ان يكون الصوت الالف صوت الالف صوتهم صوت مليون، لا احنا عايزين المدرج كله يكون بيشجع، المدرج كله يكون بيساند، مش عايز فكره الجمهور الشيك اللي جاي يقعد ويمسك التليفون يصور ويتفرج، جه هدف يسقف وخلاص، لا احنا عايزين ناس تحرك اللعيبه في ظروف المباراه اللي ان شاء الله ما تكونش صعبه، ولكن في كل اوقات المباراه دايما جمهور النادي الاهلي بيكون ليه عامل السحر،
شفنا في مباراه العين في استاد القاهره، العين جاي لك بطل اسيا وعامل ماتش قدام الهلال السعودي، ماتش مرعب الحقيقه، وكل الناس خايفه من قوه والتشكيله القويه للفريق الاماراتي، لكن انت بقوه جمهور تمام. النادي الاهلي وبتشجيع طيب. الجماهير الحقيقه اللي كان مبهر، قدرت ان انت بتاخد ادفانتج على المنافس، وده اللي تحدي بالنسبه للرابطه هنا وللناس هنا، ان احنا ندي الميزه دي كمان للنادي الاهلي ولاعيبته كانهم بيلعبوا في استاد القاهره بالظبط. طيب سؤال، فالثالثه شمال ونسبه كبيره جدا من المدرجات، فعشان كده الشباب بداوا اول تجمع ان يكون في تنظيم، ايه الهتافات اللي هتتقال، السنانير اللي تترفع، الاعلام اللي هتكون موجوده، التيفوهات، امتى نقول هتاف العب برجوله، امتى نقول هتاف جمهوره حماه، امتى نقول عاملين حتى هتاف حلو قوي حلمنا طال من زمان من ايام اليابان، وحاجات الحقيقه بيبتكروا الشباب اكيد حاجات كويسه، فعشان انت حتى كمان لما تهتف ما يكونش اتنين او تلاته واصوات مشاذ، لا دايما جمهور النادي الاهلي يقول لك جمهور اعظم نادي في الكون، لا انا بقول كمان ان ده اعظم جمهور في الكون، مع احترامي لكل الانديه وكل الجماهير، جماهير أكيد. النادي الاهلي ليها كده اساليب معينه في التشجيع، طيب فان سؤال شاء الله ده يكون موجود زي ما هو موجود في مصر، يكون موجود ان أكيد شاء الله أكيد في مصر. سؤال أخير عشان وقتنا ووقت حضرتك، هل في اجتماعات في الساعات القادمة للجنة المنظمة المحلية، أمر متعلق بالتذاكر، أمر متعلق بالتحضيرات على مستوى الأندية، بما إنك بقى صحفي ومقيم في الدوحة فعندك أكيد تفاصيل وقريب جدا من إدارة الفعاليات في اللجنة المنظمة المحلية. اللجنة المنظمة على تواصل دائم مع إدارات الأندية الأربعة، ولو قلنا النادي الخامس بحكم انتظار لما ستسفر عنه نتيجة نهائي الكوبا ليبرتادوريس، حتى كمان مع روابط الأندية هنا في رابطة النادي الأهلي، في رابطة باتشوكا المكسيكي، في كمان رابطة جماهير ريال مدريد، الناس فاتحين لينك معاهم، بدأ التسجيل المبكر للصحفيين والاعلاميين المقيمين هنا عن طريق منصه هيا، خلال الايام هيتم الاعلان ان شاء الله كمان عن التسجيل من خلال منصه الفيفا، العمل الحقيقه على قدم وساق، وشكلوا لجنه منظمه اغلب الناس اللي فيها محمد اللي كانوا موجودين في اللجنه العليا للمشاريع والارث اللي نظمت بطوله كاس العالم، الاخ حسن ربيع الكواري اللي هو مسؤول التسويق واداره الفعاليات، على فكره ماتش الاهلي مش هيكون ماتش في المدرج و90 دقيقه ويخلص، لا ده في فعاليات وفي حاجات خارج الاستاد كمان للجماهير كل الجماهير، وجمهور النادي الاهلي تم اختصاصه بالذات بمبادره من المستشار حسام ابو العيله رئيس رابطه مشجعين النادي الاهلي في قطر، ان يكون المباراه الثانيه على استاد 974 بين النادي الاهلي والفائز من ديربي الامريكتين تحمل شعار تكريم مشجعين النادي الاهلي، والحقيقه هيكون التكريم من خلال الكثير من الفعاليات، ففي خطابات رايحه وخطابات جايه وموافقات مع اللجنه المنظمه، ان شاء الله باذن الله تشوفوا حاجه تليق بجمهور النادي الاهلي وباسم النادي الاهلي العالمي، وانا بقول الاهلي المونديالي في قطر ان شاء الله، ده حاجه كده يكون شعارنا خلال بإذن فتره الله. البطوله باذن الله. زميلنا العزيز محمد الجزار الناقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وشغلت كده الاجواء بدري بدري والحماس، انت بتتكلم عن الحضور الجماهيري، جبنا لك يعني حاجات كواليس اهي من قطر على مشاركه الاهلي في الدوحه.